الهباء. بتكون قاعد بأمان الله بالبيت، بالشارع، بالمواصلات، بالشغل، فجأة بيصير معك حزقة، بتحطك بموقف محرج. هادي اللي بيمزح معك وبيقول لك والله شكلك سارق شيء أو عامل لك شيء عاملة، وهادي اللي بيجرب يسوي له شيء قصة خوفك، لأنه عقولة ستو الرابع بتروح الحزقة. هاي هي خرافتنا اليوم، يلا نروح لنعرف الحقيقة. بالبداية خلونا نعرف شو أسباب هالحركة اللي بتصير معنا فجأة ومن دون أي إذن. حسب الخبراء، الأكل بسرعة أو بكميات كبيرة والضغط على المعدة ممكن يكون سبب، والمشروبات الغازية والتدخين متهمين كمان بالحزق، أو تناول الطعام الساخن كتير ممكن يسبب حدوث تغير بدرجة حرارة المعدة. كلها عوامل بتخلينا نصاب بالحزق. التعرض لصدمات عاطفية، هذا غير الطقس البارد. أما كيف ممكن نتخلص منها؟ في طرق كتيرة، بس أبرزها شرب كاسة مي باردة أو كتم ثاني أكسيد الكربون داخل الرئتين مدة ما بتتجاوز النص دقيقة، وإطلاق الزفير بطريقة بطيئة. هون طبعاً عم نحكي عن الحزقة الحميدة يلي بتستمر لفترات قصيرة. أما إذا جربت كل الطرق وما راحت، الأفضل تستشير طبيب مختص. هي هي كل القصة، تابعونا بكرة لنخبركم خرافة جديدة من خرافاتنا الكتيرة. باي باي.